طبعا موقع بوابة حكومة لكونها هي راح يعني واجهت حكومة دولة قطر في الداخل وفي الخارج. طبعا مثل ما تشوف الصفحة الرئيسية فعند اختيار كمثال شريحة المواطنون والمقيمون. طبعا يتم عرض جميع المواضيع المتعلقة بالمواطنون والمقيمون. طبعا كمثال على المواضيع الموجودة مثل ما نشوف التعليم والدراسة الصحة والبيئة وغيرها من المواضيع. وفي نفس الحالة طبعا توجد مواضيع تهم قطاع الأعمال مثل العمل في قطر، بدء نشاط تجاري في قطر، الانتقال إلى قطر، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الزوار. طبعا هناك أكثر من طريقة للوصول إلى المعلومة أو الخدمة، وهذه الطرق طبعا هي باستخدام طريقة البحث، وهي طريقة تقليدية طبعا لأي زار للموقع من الوصول إلى المعلومة أو الخدمة. الطريقة الثانية طبعا هي من خلال قائمة الجهات الحكومية، طبعا من خلال هذه القائمة عناوين أرقام تليفونات. نعم صحيح صحيح. نعم. طبعا من خلال هذه القائمة توجد معلومات مفصلة عن جميع الجهات الحكومية، عن قنوات الاتصال فيها، عن الخدمات التي تقدمها للشرائح المستهدفة من المجتمع. وهناك طبعا الطريقة الثالثة، هنا طبعا مثال على وزارة الداخلية، نقرأ وزارة الداخلية، قنوات الاتصال، اختصاصاتها وغيرها من المعلومات. الطريقة الثانية طبعا أو الثالثة للوصول إلى المعلومة والخدمة هي من خلال قائمة الخدمات. توجد حتى الآن على البوابة أكثر من 250 خدمة معلوماتية تقدمها جهات الدولة المختلفة، منها طبعا أكثر من 50 خدمة إلكترونية موجودة على البوابة. وطبعا الخدمات الإلكترونية جميعها تقدمها جهات الدولة المختلفة. هو هناك طرق أخرى طبعا تم اعتمادها في الموقع لسهولة الوصول إلى المعلومات أو الخدمات الأكثر استخداما، مثل كيف يمكنني أو الروابط السريعة. نعم، هو عن هذا الموقع. يعني جهات كثيرة أستاذ يوسف يعني تتدخل يعني في تزويد هذا الموقع يعني بمعلومات كثيرة. هل يعني كيف يتم التنسيق بينكم وبينهم، وهل هذه المعلومات تتجدد أم هي ثابتة، أم يعني كيف يتم هذا النظام؟ في الحقيقة المعلومات والخدمات بشكل مستمر بيتم تجديدها ومراعاة توفير الخدمات والمعلومات التي تلبي احتياجات